إذن يكون المرء من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا التزم خمسة أمور، ولنعنى بهذه الأمور الخمسة، وقد أشار لهذه الأمور الخمسة غير واحد من أهل العلم. هذه الأمور الخمسة هي التي يكون فيها الجفاء بتركها والغلو في مجاوزة الحد في التزامها. وأول هذه الأمور الخمسة أن يسعى المرء لقراءة القرآن والإكثار من تلاوته، ولذلك يقال للمرء يوم القيامة اقرأ ورتب كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك في الدنيا عند آخر آية تقرأها. وقال ابن عباس ابن مسعود يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أن المرء يثاب على كل آية يقرأها من الكتاب، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالقراءة أشار أهل العلم إلى أن فيها غلوا وجفاء، فأما الغلو فأن يختم المرء القرآن في أقل من ثلاث، وقد صح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في أقل من ذلك. والجفاء في هذا الباب أن أهل العلم قد نصوا على أنه يكره مع شدة الكراهة على لمن كان قادرا على قراءة القرآن حفظا أو نظرا أن تمر عليه 40 ليلة لا يختم القرآن فيه. قال القاضي أبو الحسين ابن أبي يعلى في كتاب التمام وجها واحدا أنه يكره للقادر أن تمر عليه 40 ليلة لا يختم القرآن فيها. الأمر الثاني الذي يكون به من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته أن يسعى لحفظ هذه الآيات العظيمة، وأن يبذل جهده في بيان أو في القدرة على حفظها وجمعها في جوفه، فإن المرء كلما جمع في جوفه آيات من كتاب الله جل وعلا كان أحرى لقراءته وأكثر لتلاوته وهو أحرى لحفظ نفسه به. والأمر الثالث أن يسعى المرء لضبط إعرابه، ولا أعني بإعرابه معرفة المبتدأ من الخبر أو معرفة الفاعل من المفعول، وإنما المراد بالإعراب هو النطق الصحيح. ولذا ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قام في المسلمين خطيبا فقال أيها المسلمون أعربوا القرآن، وثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يضرب أبناءه على ترك الإعراب ولا يضربهم على ترك الحفظ، فدلنا ذلك على لزوم العناية بضبط اللسان بهذا الكتاب العظيم، سواء كان في حركاته أو في مخارج حروفه أو في مدوده واللحن فيه، أعني باللحن الذي هو ضبط مدود العربي ومخارج الحروف وصفة الأداء فيه. والمذموم من ذلك ما كان لحنا سواء كان جليا أو خفيا على طريقة أهل التجويد والأداء أو على طريقة الفقهاء في التفريق بين نوعي اللحن. والأمر الرابع الذي يكون به المرء من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته أن يسعى المرء للتفقه في كتاب الله جل وعلا. قال ابن الصحابة، فأبوه وأمه من الصحابة، وتلميذ الصحابة أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يجاوزون 10 من آيات كتاب الله جل وعلا حتى يعلموا ما فيها من الحلال والحرام ثم ينتقلوا لما بعدها. ولذلك فإن المرأة يكون حقا من أهل هذا الكتاب إن عني بتفسيره وعني بمعرفة معانيه. والمرء كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه لا يكون فقيها حتى يكون عالما للآية أكثر من وجه في تأويلها وتفسيرها. إذن هذا الباب باب عظيم، وقد ذكر بعض أهل العلم هو الشافعي في الرسالة أنه لا يمكن للمرء أن يحيط بدلائل اللغة على سبيل الإجمال إلا أن يكون نبيا، وكذا معاني القرآن فإنه لا يحاط بها على التمام، لكن بشرط أن لا يكون تفسير المرء مخالفا للسان العرب ولا أن يكون ضاربا للقرآن ببعض آياته ببعض. الأمر الخامس والأخير وبه أختم حديثي، يكون المرء من أهل القرآن إن عني بالعمل بما تعلمه، ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن قارئ القرآن وحامل القرآن يجب عليه أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون إذ هو صائم، وبصمته إذ الناس يتكلمون، ثم عد أمورا بعد ذلك. فصاحب القرآن إن لم يعرف في سمته ويعرف ذلك في دله وفي هديه وفي لسانه فليراجع قلبه وليحاسب نفسه وليزدد ليكن من أهل القرآن على وجه الحقيقة، فإن حامل القرآن يجب في حقه ما لا يجب في غيره. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أول من تسعر بهم النار ذكر منهم حامل القرآن، وعالم بعلمه لم يعملا،
معذب بالنار قبل عباد الوثن. فالإنسان وإن كان حافظا لبعض آيات فإن هذا الحفظ لربما كان يوما من الأيام شاهدا عليه لا شاهدا له. والناس يوم القيامة في القرآن رجلان، رجل يشهد له ورجل يشهد عليه. فالإنسان يسعى قدر استطاعته ويجاهد نفسه ويغالبها في هذا الباب ليكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.